لمزيد من التفاصيل حول الآثار المتوقعة لزيارة الرئيس السيسي والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتنضم إلينا الدكتورة عليا المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا. أهلا بك دكتورة عليا إلى هذه النشرة وعلى شاشة أونلايف. إذا ضخ استثمارات أمريكية جديدة إلى مصر منتظرة في الفترة المقبلة ربما بتتمخض عن هذه الزيارة، ترى كيف سيكون شكلها وما هو المتوقع منها؟ أولا مساء الخير سنور، وبقول ان ضخ اي استثمارات سواء امريكيه او غير امريكيه من الخارج او من الداخل امر ضروري ومهم، لانه هو دي الاستثمار هو الوسيله الاساسيه لدفع عجله النشاط الاقتصادي في اي بلد. واحنا في مصر النهارده عندنا معدلات الاستثمار لا تتجاوز 15% من الناتج المحلي الاجمالي، دي معدلات متواضعه جدا، وبالتالي اي استثمارات جديده هتكون اكيد لها مصلحه فايده كبيره جدا، فايده على الاقتصاد المصري. سافر الرئيس للولايات المتحده الامريكيه ومقابله الوزراء معه لرجال الاعمال الامريكيين، وبحسب التصريحات اللي سمعناها للدكتوره سحر نصر وزيره الاستثمار قد يكون من شانه ان هو يجلب مزيد من الاستثمارات للبلد، وخصوصا زي ما سمعناها بتتكلم على استثمارات في مجال البترول والغاز، وبتتكلم على استثمارات في مجال النقل وفي المجالات البنيه الاساسيه والطاقه المتجدده. صحيح، ولكن هذه الاستثمارات دكتوره عليا فقط هي ستاتي نتيجه هذه الزياره ام ان مصر لديها ايضا ميزات تنافسيه معينه؟ لا اظن انها تاتي نتيجه للزياره. احنا في مصر عندنا 100 من اكبر الشركات الامريكيه موجوده بالفعل مستثمره بالفعل في مصر، استثماراتها بتقدر بحوالي 23.5 مليار دولار، ارقام مش قليله. معظم الاستثمارات الامريكيه رايحه اساسا في مجال البترول والغاز، ويمكن من اهم شركاتهم شركه اباتشي اللي بتشتغل في مصر، ودي اكبر شركات في العالم في المجال ده. مجال البترول والغاز مجال جاذب بالنسبه لاي شركات بتعمل في 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 الاستخراج الوقود، لانه واضح ان احنا عندنا احتياطات محترمه في البحر المتوسط وفي الاراضي التابع لاراضينا المصريه يعني، وده بيجذب الاستثمار، ده طبيعي. مجرد وجود الرئيس في الولايات المتحده الامريكيه طبعا بيدي دفعه، لكن صحيح يعني الاحتمالات الطيبه في مصر موجوده وقائمه. البترول والغاز هما القطاعين او القطاعان التي بتتواجد فيها الاستثمارات الامريكيه، ولكن هنا بنتحدث ايضا عن الطاقه الجديده والمتجدده والنقل والصناعه، يعني هل نفهم ان هذه يعني شيء جديد ستبدا فيه استثمارات امريكيه لم تكن موجوده من قبل؟ قد يكون. اولا هقول لحضرتك حاجه اضف بقى لما سبق، ان مصر عندها احتمالات لتوليد طاقه الشمس وطاقه الرياح على نطاق واسع، يمكن مصر من اهم دول، مش اهم دول، اهم دوله في حوض البحر المتوسط كلها عندها احتمالات عاليه جدا لتوليد الطاقه الشمسيه ولتوليد طاقه الرياح. فاذا كان في مستثمرين امريكان هيجوا مصر ويشتغلوا في المجال ده، اعتقد ان الفرص بتاعه النجاح بتاعتهم هتبقى كويسه، وخاصه ان في طلب كبير جدا مش بس من السوق المحليه ولكن من السوق الاوروبيه كمان. نعم، يعني وكان في مشروعات الحقيقه يمكن تعثرت اثناء الفتره اللي هي فتره الثوره وكده، لمشروعات كبيره جدا اوروبيه في استثمار في الطاقه الشمسيه. نعم، انا بشكرك. فانا اعتقد ان ده مجال جديد للامريكان ومجال مهم جدا. سنرى بالتاكيد. شكرا ليكي دكتوره عليا المهدي، عميده كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه سابقا، كنت معنا عبر الهاتف.